افتح يا العرب، افتح يا العرب وطصف الأمريكان. مصر اختارت الجنرال السيسي رئيسا لها لولاية ثانية بأغلبية سحقت كل من سولت له نفسه أن يترشح ضد منقذ مصر. السيسي الذي حلف بأغلب الأيمان أن الجيش لن يتدخل في السياسة وأنه سيعود إلى ثكانته بعد تطهير المشهد السياسي المصري من الإخوان. السيسي يأمر اليوم بتجفيف الأراضي الزراعية ورفع أسعار المواد الغذائية وهدية رمضان ارتفاع أسعار مترو الأنفاق بزيادة 200%. الجيش المصري أصبح في حكم السيسي يرمي بالرصاص الحي على طفل أعزل في سيناء. لكن السعادة لن تكتمل إذا لم أقل لكم أنه في نفس اليوم احتفلت إسرائيل بعيد نصرها في أفخم فندق في القاهرة بحضور العديد من وجوه النظام المصري. في لبنان الانتخابات الأخيرة أسفرت عن فوز الشيعة في بيروت، وحزب الله يحقق تسونامي على حساب الحزب الحاكم. حزب الله يعلنها بلا وجل: نحن لا نريدها طائفية. لكن الرايات الصفراء كست شوارع بيروت. في تونس كذلك حزب النهضة يعود من غرفة الإنعاش عبر بوابة البلدية، لعله يفلح فيما لم يقدر عليه عندما منحه الشعب التونسي البلاد برمتها بعد هروب بن علي. لكنه تنكر للجميل ووهب تونس الباهية هدية للدولة العميقة. ورحم الله شباب الفيسبوك الذين أشعلوا فتيل ثورة الياسمين. العراق تنتخب، وكأن كل الديمقراطية التي وعد بها بوش الأب والابن ستكتمل باختيار الشعب لممثليه. العراق الذي أوهمونا في كتب التخدير أنه يمتلك رابع جيش في العالم لم يعد سوى دويلة صغيرة تئن تحت الفقر والدمار. الجزائر بدورها تدخل بعد أشهر في سباق ضد الزمن للإبقاء على فخامته عهدة خامسة رئيسا لأكبر بلد في إفريقيا، أكبر رئيس لم يخاطب شعبه منذ 2190 يوم. 6 سنوات قضاها فخامته على كرسي متحرك وهو لا يتحرك، لا يظهر للشعب إلا لتكذيب إشاعات وفاته التي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى. فخامته الذي بنى لنا مسجدا أعظم ب2 مليار دولار ليخلد اسمه لن يترك للجزائر مستشفى واحد، وهو الذي أنفق 1000 مليار دولار طيلة حكمه للجزائر منذ عقدين من الزمن. واليوم يطل على الشعب الجزائري الرئيس معذرة صورة الرئيس مطالبة بعهدة خامسة. الانتخابات في دولنا العربية أكذوبة لا غير يصدقها الحاكم والمحكوم. أنا نقول لكم بليز، ما حدش يزعل مني، والدنيا هانية والله عمرها دار، وكل واحد يخش سوق راسه لأن الأمور سهلة برشا. والله لو كانت الانتخابات تغير شيئا في دولنا لكانت ممنوعة بمادة في الدستور. تحيا العرب، تحيا العرب والتصف الملكة. السلام عليكم ورحمة الله يا أعزائي المشاهدين، ويلكم هيلو أزول بيجوخ. خويا أختي راكم أنتيك حابين تعقبوا ساعة مانيفيك، أبا طفي التليفون وحل عينيك، سكر البيبان والشبابيك، هيا نديروا شوية بوليتيك هكذا، حاجة ما تخفى عليك، واحد ما يقدر يكذب عليك. أي فولو بي. اليوم باش يمكنكم متابعة هذا البرنامج لازم تديروا عملية الإحماء أعزائي المشاهدين. اللي ما يديرش عملية الإحماء يصير له مشكل، خاصة عندما يدخل راسه، خاطرش كي ديروا الإحماء تقدر بعد راسك تقدر تدخل وين حبيت. الرسول صلى الله عليه وسلم أخي قال: دع ما يريبك إلى ما يريبك. إحنا نحبوا الذي يريبنا، نحبوا نشوفوا واش كاين فوق البلافو. على بالك لازم دوكا في العلم العربي لازم نتقشفوا، لازم نديروا التقشف تاع الماء. دوكا في 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 مكة جماعة ما يتوضوا بلا ماء، هذه فكرة جديدة، هذه عيطوا لها الوضوء الإيكولوجي، وضوء بدون ماء. خي إذا حضر الماء بطل التيمم. أبا دوكا تقدر تدير المناسك تاع الحج في الابليكاسيون تاع الايفون. الحج أشهر معلومات،
من ترى فيه الحج فلا عرفة ولا فسوق ولا جدل في الحج. فلا عرفة ولا جدل ولا فسوق في الحج. حتى عرفة ذوك الطير. قلت لكم ذوك يديروا أبليكاسيون في الآيفون نوليو نحجوا وإحنا في دورنا. 2019 الأفلام هو اللي يربح الانتخابات الرئاسية. ما تسلموا حتى على واحد. كلها يديرها بقلبه. ولكن الرئاسية تاع 2019 الأفلام كما ربح الثورة 5 جويلية 18 مارس 1962 ربح كل الانتخابات ونربح الانتخابات تاع 2019 ومن بعد 2019 ومن بعد أولادنا وأولاد أولادنا. هذا رئيس الحزب العتيق في الجزائر يقول فزنا بالانتخابات في 62 بعد الاستقلال وسنفوز في 2019 في رئاسية 2019 وأولادنا سيفوزون بعد ذلك. يا بدرو جدك أنا نخدمه إحنا وتارك رقت لي هنا في الاستديو. والله ربي يهديك يا بدرو. قال لهم خاوتي قال لهم إحنا فزنا في 62 وسنفوز في 2019 وأولادنا سيفوزون بعد ذلك. هذه عقلية توريث الحكم عند المسؤولين في الدول العربية. جبهة التحرير الوطني التي من المفروض تدخل للميزي للمتحف بعد الاستقلال أصبحت جبهة للمال الفاسد وللنهب. والله ما جاتش عيب أمسي ولد عباس والله ما جاتش عيب غير نضرب جدك بالجمرات تاع السيلفي. هذا محمود عباس خاوتي. محمود عباس هذا الشيف تاع الوالبي لورغانيزاسيون لا ليبراسيون تاع لا باليستين حركة منظمة تحرير فلسطين. 83 سنة محمود عباس ديناصور اعتذر لليهود. قال لهم اعتذر لأنه في التصريحات الأخيرة تاعو شكك في المحرقة. قال لهم النازيون ما حرقوش اليهود لأنهم يهود لكن لأنهم كانوا يحبوا المال واليهود ما عجبتهمش القضية ولا يترتر خاوتي. أبا اعتذر محمود عباس خاوتي 83 سنة. لم تنجح القضية الفلسطينية في ظل حكمه إلا في بناء المال الفاسد. الدول العربية وكل تعطي أموال ملايير مو مليارة خاوتي للحركة الفلسطينية كل عام. أبا تروح وكل ينهبها بنو. ولد محمود عباس أنا زرت فلسطين العام الماضي خاوتي. لازم تروحوا تزوروها وتصف في الفتوى التي تمنع التطبيع لأن الرقص تاع اليهود في عاصمة أم الدنيا حلال وإحنا يا حرام علينا نروحوا نزوروا خاوتنا في فلسطين. المهم هذا كان بيتوين براكت. بل الملايير المليارة هذه كل تروح يديها بنو. بنو هو حداد تاع فلسطين خاوتي. هو رأس الأخطبوط تاع المال الفاسد. عقارات وشاطوات ونوات تسمى شارينها لي اليوم أنا كي شفتوني راني صورت وما جاتكم التحواس اليوم. الله لا يتربحك. مجرمين. المهم القضية الفلسطينية خاوتي قضية حق أريد بها باطل. هذا خاوتي هذه لازم نقعد لها خطركش دوخني. هذا الجبير تاع السعودية خاوتي وين كاينه مكة. قال لهم باللي حذر بلهجتين لهجتين شديدة اللهجة. قال لهم باللي الإيرانيين كانوا يديروا لا بومب اتوميك القنبله النوويه نديروا احنا ثاني القنبله النوويه. الجبير اسمعني منيح ايها البوجغلو الناطق. القنبله النوويه يمتلكها غير الدول القويه الولايات المتحده روسيا فرنسا المانيا الصين. هذو الخمسه المعترف بهم عندهم القنبله النوويه. كاين دول ثانيه عندهم القنبله النوويه بصح ما مش معترف بهم. الهند باكستان وكوريا الشمالية. وكاينه دولة قريبة لكم عندها القنبلة النووية طبعا
بالإعانة على الولايات المتحدة لكن غير معترف بها. يعطيك الصحة أولاد عمنا هذو برك عندهم قنبلة نووية. مسيول جوبير، الغازات النووية الوحيدة التي يمكننا صنعها نحن العرب هي الغازات التي تفرزها بطوننا بعد الإفطار في رمضان في حالة الاسترخاء التام. تحيا العرب، تحيا العرب. في الجزائر الشباب يموت في البحر واللي عارض يتضرب، في تونس شكي والله ندب، في المغرب واحد عايش كالسلطان، واحد لا يعمرها دار يخدم الفجر للمغرب. تحيا العرب. في مصر أم الدنيا تتكلم يديروا لك الكلبشات، وفي ليبيا، في ليبيا أرض البطولة، ومن أنتم والتصف الأمريكان ولات أرض الدم والنزاعات. تحيا العرب. في العراق الشيعة تقتل في السنة، والسنة تقتل في الشيعة، وفاز اللي هرب. وفي لبنان إذا ما ماتش بقنبلة تموت بلغة الخشب. وفي سوريا الموت مزروع أكثر من أشجار العنب. تحيا العرب. في بيت ربي ترامب يدي الملاير وانت تحج نهار تبيع دارك والسلسلة تعذب. العالم تهول وفي أوطاننا تخلط الزمان، الذل ولا يتباع بالميزان. سكت صوت الحق وعلى صوت الباطل وبان. سكت صوت الحق واسترنا يا حنان يا منان. سكت صوت الحق واسترنا يا حنان ويا منان.